كده قدرنا ان احنا نمحي اثره. فضل الله طبعا، فضل القلاع، واولهم قلعه الشيطان حسن الصباح. بس الحصار ايام مولانا ملك شاه فشل للاسف. فشل لاننا ما قدرناش عدونا صح وما كناش في احسن حالاتنا. انا بقى هخلي الاعداد 10 الاضعاف وهمدهم بمال وسلاح وطعام يكفيهم 5 سنين، ولو استمر الحصار 1000 سنة مش هقبل غير بكل جزء من جسم حسن الصباح متقطع ومتعلق فوق معالم اسوان. لا، والراس دي بقى انا عاوزها ليا، دي انا هعلقها فوق بوابه القصر. واضح ان جيش مولانا السلطان طلع في حرب عظيم. طالعين قلعه ألموت عشان حسن الصباح. ربنا ينصر جيوش مولانا السلطان. استريح انت والحصان لو تحب. ربنا ينصر جيوش مولانا السلطان. تعرف مين اقرب انسان لقلبي في الوجود؟ الله اعلم يا مولانا. يزيد بن ساحون. ده شرف عظيم يا مولانا. وخطر عظيم. وانت عارف اخوات يوسف عملوا فيه ايه من الغيره. فاحذر. من مين؟ برزك اميد. عينه عليك وغيرته منك كبيره. فاصفر الامر واحذر منه. واكتم كل اللي قلته ليك. تدريب المنضمين الجداد لازم يزيد شوية عن كده. اتحرك. رجعت. البطل رجع. دي معجزة. معجزة بكل المقاييس. لازم اقابل مولانا بسرعة. جيش السلطان في طريقه لحصار القلعة. جيش السلجوقيين الضخم راجع تاني حاصر قلعة ألموت. بس ايه تعمل كل جيوش العالم فقلع فيها برزك وميت؟ عز الله سيدنا. رجوعك سالم كانت رؤية انا شفتها قبل ما بعتك. ليك مقام 1000 شهيد يا برزك. مبارك المقام العالي اخونا برزك. برزك طيب القلب يا زيد، زيك. ربنا يزيده محبة وحسن ظن يا سيدنا. انا عايز من دلوقتي القلعة كلها شعلة نشاط، جيرانها كلها مشتعلة كأن في احتفال، واللي يفضل جوه عدد محدود جدا من المؤمنين. وبالنسبه لحصار القلعه يا سيدنا، هنكون الجن اللي بيشوف البني ادمين والبني ادمين مش قادرين يشوفوه. احصروا جميع مخازن القلعه، وعايز اسرع فرسان يطيروا للقلاع اللي حوالينا يطلبوا المدد، ويروحوا للرعاينه بهوهم ويجهزوهم. وعايز دفعه جديده من شباب المؤمنين، وعايزكم تامنوا خروج عمر الخيام وصديقه لابعد نقطه. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.